عبر سكايب معي من القامشلي العميد حسام العواق، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة العميد. إذا تقدم لكم، هل ممكن أن نعرف أكثر عن التكتيكات الجديدة التي تبعتموها هذه المرة لتحقيق التقدم كما أعلنتم، ودور التحالف؟ صحيح. أولا تحية لك والمشاهدين الكرام. اليوم قمنا بعملية، طبعا اليوم لأول مرة تشارك فرق هندسية في سور الرقة القديم. طبعا هو عبارة عن سور أثري ومهم، تم فتح ثغرتين، الأولى بعرض 15 والثانية بعرض نفس العرض، وتم الدخول إلى الأحياء القديمة وتم تحرير قصر البنات، والآن نتجه باتجاه الأحياء الأخرى. قوات سوريا الديمقراطية حاصرت المجموعات التي تتبع لداعش، وكذلك كشفنا أنفاق ومناطق التفخيخ أصبحت واضحة بالنسبة لنا. أما فيما يتعلق بالقناصين تم القضاء عليهم بشكل كامل، والآن نتقدم في أحياء المدينة القديمة متجهين باتجاه الكورنيش. قصر البنات داخل الرقة، ماذا هو وماذا يعني أن تستعيدوه؟ ما هو؟ ماذا يعني أن تستعدوه من خلال هذا التقدم؟ هكذا نقطة، ماذا تعني في معركتكم هذه، معركة الرقة؟ هو إنهاء وجود داعش في الرقة وتحريرها بشكل كامل من داعش. الآن المساحة تضيق بالنسبة لداعش. في الأيام السابقة كانت المساحة 4 كيلومتر عرض و 6 كيلومتر طول، اليوم المساحة 3 كيلومتر عرض 4 طول. يعني الآن الرقة تقريبا تنظيم يتهاوى، ليس له أي قدرة. انتهى وجود الطائرات المسيرة من غير طيار، انتهت أشياء كثيرة، العمليات الانتحارية بدأت تنتهي كذلك، ولكن التفخيخ مستمر. أما فيما يتعلق بالمدنيين، أيضا تم فتح ممرات آمنة ووصلوا إلى قواتنا وتم نقلهم إلى المناطق القريبة من أقربائهم أو المناطق المتواجد فيها المدنيين. ما نقاط قوتكم بمعركة الرقة هذه سيادة العميد؟ وفي المقابل لا شك بأن هناك تحديات كبيرة، ما العقبات اليوم غير موضوع القناصة مثلا الذي توقفت عنده في البداية؟ يعني أهم شيء عندنا الآن إحنا سلامة المدنيين. يوجد في مناطق مثلا سوق الهال، المناطق القديمة، حارات ضيقة، يعني ممكن هذا الشيء يعيق تقدمنا قليلا، ولكن مستمرين بالتقدم، ولكن هناك بطء حتى يتم إخراج المدنيين. المدنيين مسؤوليتنا، ولن نتخلى عن هذه المسؤولية ونحافظ على سلامتهم ونحافظ على وصولهم. طبعا يوجد فرق من الإعلاميين وكذلك فرق من المختصين يتابعون هذه المواضيع، وقواتنا يعني لديها قدرة كبيرة على مراعاة الحالات الإنسانية بالنسبة للمدنيين المتواجدين داخل مدينة الرقة. الصورة من بعيد وكأنه يعني تشبه كثيرا عندما نتحدث عن الموصل، كانت غير أنه معركة حساسة بنفس القوة تقريبا، نفس القيمة، بأن معاقل داعش، بس أيضا في طبيعة جغرافية مثل ما فهمت منك تحديات الرقة بالتحديد، الخوف على المدنيين، صحيح؟ مقابل هذا كيف تسقطون ما حدث لداعش في الموصل على وجودهم في الرقة؟ ينعكس هذا في معاركهم؟ المشكلة الموصل سنة وشوي، احنا العملية عبارة من 6 شهر، يعني لسه ما صرنا شهر باقتحام المدينة وحققنا تحرير اليوم 50% من مدينة الرقة. صحيح. فنحن متفائلين لن يكون، وان شاء الله يعني يكون تحرير أسرع، بس أداء داعش بعد هذه الخسارة في الموصل، هل ممكن أن يتم إسقاطه بطريقة أو بأخرى على وجودهم اليوم وقتالهم في الرقة؟ لن يكون بشراسة ما قاموا به في الموصل مثلا؟ نحن إلى الآن يعني في سيطرة كاملة، لدينا قوات خاصة تقوم بعمليات خاصة تقتحم، ومن ثم هي مقدمة قوات. يعني ما رح كثير بالتفصيل، بس هي مدربة بشكل ممتاز وتقوم بتكتيكات قوية، تحاصر
تقتل عناصر التنظيم ومن بعدها تتقدم القوات، والحمد لله الخسائر قليلة ولا نواجه كثيرا من الصعوبات. والتنسيق حتى بالتفاصيل صحيح سيادة العميد، يعني حتى موضوع السور وفتح الثغرات كما شرحتم، يعني هذا الموضوع أيضا مدعوم كان من التحالف بشن غارات محددة على هذين الجزئين، صحيح؟ يعني إلى هذه الدرجة تنسيق دقيق؟ صحيح صحيح، هو تنسيق دقيق، لدينا فرق مختصة عاملة تحدث الإحداثيات وكذلك تقوم بعمليات الرصد، وهو تنسيق أرضي مع غرفة العمليات التي تعطي الإحداثيات للطيران، وهو تجنب أيضا تجنب قصف المدنيين والأحياء المأهولة وتأمين خروجهم، والحمد لله يعني كانت الأمور ممتازة ولم يكن هناك خسائر كثيرة بالأرواح. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة القيمة معنا من سكايب، عبر سكايب من القامشلي، سيادة العميد حسام العواك عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية، شكرا سيادة العميد.